طيب الرضاع المرأة الكبيرة إذا كانت يعني مرأة كبيرة درتها على بذل صغير ورضعته يعتبر رضاع شرعي؟ يكون رضاع شرعي إذا درت العجوز خلت طفل درت عليه قبل أن يخطب قبل أن يتم الحولين إذا درت عليه وأرضعته رضاعا تاما خمس مرات أو أكثر صار أما له وصار أخا لأولادها ولأولادها ذكورهم وإناثهم.